قليل يعني اتوقع الاسباب لانه الانسحابات الاخرى تصب في صالحه، يعني اصوات الاخرين ستاتي اليه اعتقد يعني. وتعرف انت الرئيس الجمهوريه بجمهوريه ايران السامي والرجل الثاني، الفصل السابع عندهم من الدستور يقول هو الرجل الثاني واعلى رجل في السلطه التنفيذيه، الرجل الثاني بعد المرشد، المرشد الاعلى نعم. والرجل الثاني ومهام طبعا السياسه الخارجيه، يعني السفراء، ينفذ الدستور، يعني مهام ممتازه في الدستور الايراني. جينا هم نظامهم استاذنا نظام رئاسي.